السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي في القناة. لأول مرة تشوفوا قناتي وعجبتكم، أتمنى تعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس. بشكركم جدا على حسن استماعكم، وتعالوا إن شاء الله نبدأ مع بعض نشوف فيديو النهاردة بيقول إيه. إن شاء الله يا رب يعجبكم، ولكم تحياتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العجوز الحكيم والملك. يحكى أنه في قديم الزمان كان هناك ملك عظيم يعيش في إحدى المدن الكبيرة. كان هذا الملك متكبرا شديد الغرور والتعالي. وذات يوم قام الملك بجمع حاشيته وقال لهم بفخر وتعالي: إنني أنا ملك الملوك وسيد هذا العالم أجمع، وجميع المخلوقات من بشر وحيوانات خدم لي وحدي وتحت طاعتي. صدق الحاضرون وهللوا لكلام الملك. وفجأة صدر صوت قوي جهوري من بين الحاضرين يقول: كلا أيها الملك المبجل، إنك مخطئ في كلامك. فالبشر كلهم يخدم بعضهم بعضا. ساد المكان صمت رهيب مرعب، حيث تجمدت الدماء في عروق الحاضرين جميعهم خوفا من بطش الملك بعد سماعه هذا الكلام. صرخ الملك غاضبا متوعدا: من هذا المتمرد الخائن الذي يدعي انني خادم؟ خرج من بين الحاضرين شيخ ناحل الجسد ذو لحية بيضاء طويلة يتوكأ على عصا، وقال للملك: انا يا سيدي رجل من عامة الشعب. ايها الملك، ليس في قريتنا ماء ونكاد نموت من العطش، وجئت إليك حتى أطلب منك أن تحفر لنا بئرا في القرية حتى نشرب منها ونسقي أرضنا وحيواناتنا. ازداد غضب الملك وقال: أنت مجرد عجوز متسول، أتيت إلي لتطلب مني حفر بئر لك ولقريتك، وتملك الجرأة والوقاحة لتقول لي بأني خادم؟ أجاب العجوز بكل ثقة: نعم يا سيدي، إننا جميعا يخدم بعضنا بعضا، وحتى أنت يا جلالة الملك المبجل تخدم غيرك أيضا. رد الملك بعصبية شديدة: هيا أجبرني على أن أخدمك، وإن فعلت فسوف أحفر لك في قريتك 3 آبار بدلا من بئر واحدة، ولكن إن فشلت فسوف أضرب عنقك بحد السيف وأجعلك عبرة للحاضرين جميعهم. سكت العجوز قليلا مفكرا، ثم قال: من عاداتنا في قريتنا أننا حين نقبل التحدي يجب أن نلمس أقدام من نتحداه، ولذلك أمسك عصاي أيها الملك المعظم حتى ألمس قدميك. أمسك الملك بعصا العجوز الذي حمى ومس قدمي الملك، ثم وقف قائلا: شكرا لك يا مولاي، والآن أعطني عصايا. أعاد الملك العصا للعجوز، فقال العجوز بحب: هل رأيت يا مولاي كيف أمسكت عصايا وأعدتها لي، وكيف أننا يخدم بعضنا بعضا؟